بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الاحتمالات في هذا الجزء الرابع. اليوم راح نتعرف على دستور ثنائي الحد، يعني هذا قانون نيوتن. هذا الدستور ثنائي الحد أعزائي الطلبة، الله أعلم، جاء في المقرر تاع علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي تاع شعبة سير اقتصاد، ما شتوش جاء فيها. هذا الدستور ثنائي الحد يعني الله أعلم عمره ولا طاح في البكالوريا، صح ما طاحش في البكالوريا، صار لها كيما في العلوم الفيزيائية حدود ميكانيك نيوتن، نفس الشيء. هذا ثاني قانون تاع نيوتن، حدود ميكانيك نيوتن في العلوم في الميكانيك ما طاحتش في البكالوريا، لكن هذا داخله في المقرر، تقدر يجي سؤال عليها. هذا كيف كيف الاحتمالات تابع ثاني تاع نيوتن، داخل في المقرر يقدر يجي سؤال عليه، يعني اقل يعني اقل الامور يقدر يجي في الاسئله تاع صح او خطا. اما انا درته لانه كان بعض الطلبه بعض زملائكم طلبوه مني، انا وفيت لهم الطلب تاعهم واني درت هذا الدستور ثنائي الحد. صح، وهذا الدستور ثنائي الحد السنة القادمة إن شاء الله ندرسه مع بعض في التعليم العالي، لكتب ربي إن شاء الله، قولوا آمين. إذن عندنا أوابيع عددان حقيقيان كما راكم تشوفوا، حقيقيان غير متعاكسين، وآن عدد طبيعي مع آن أكبر أو يساوي الواحد. عندنا آ زائد بي أس آن، كنا شفنا المتطابقات الشهيرة A زائد B مربع A ناقص B مربع A زائد B مكعب A ناقص B مكعب. سمى هنا تقدر تقول المتطابقات الشهيرة، لكن نطولها قانون تاعها خاص اللي داروا نيوتن. واش تساوي؟ تساوي سيجما اللي راهي بالأحمر هذه، لأنه بالك كاين اللي ما يفرقش بين السيجما تاع الناقلية النوعية هذه اللي هذه، وكاين هذه الحرف الصغير وكاين سيجما الحرف الكبير، ما عندناش هنا. ثاني كاين حاجة قبل ما نسمى، أنا نعطيكم حتى لي ديتاي ما نفوتش هكا مرة الكرام. هذه وين وقت وين هي الأ وين هي البي وين هو الآن. مثلا نقول لك مثلا 12 أس 5، 12 أس 5 نقدروا نكتبوها على شكل 10 زائد 2 أس 5 مع A تساوي 10 والB تساوي 2 والآن تساوي 5. نقدر نقول لك مثلا X زائد 2 أس 4 مع A يساوي X وB يساوي 2 وآن تساوي 4. والأهم اللي راني جاي لها دركا هي فيها ناقص X ناقص Y قوة 7. انتبه، هذه نقدر نكتبو على شكل X زائد ناقص Y هكذا قوة 7. لماذا؟ لأنه تولي عندك الA تساوي X والB تساوي ناقص Y. هنا في هذه العمليات هكا نخدمو، والآن تساوي 7. صح. بالنسبة للسيجما للمجموع ثاني اللي عنده مشكل مع المجموع، مثلا نقول لك المجموع من اي اي القيم، قيم احنا كي درنا بي هذيك واش نقصدو بها؟ بي هو الاحتمال، الاحتمال والقيم كما درنا في المتغير العشوائي. مثلا القيم من 0 إلى 4، من 0 او نقولوا من اي تساوي من اي تساوي 0 الى نقدروا نكتبوا هنا اي تساوي 4 نفس الشيء، ما احنا ما نديروهاش هذيك هكا نكتبوا صح. وهنا عندنا 5، واش نقصدوا بها؟ هذه نقصدوا بها معناتها 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 وزائد 5 معناتها تساوي 25. هذه واش نقصدوا؟ حاب يقول هنا الاي واش دا، شوف انتبه مليح اللي راني نحوس عليه هو الاي القيم اللي داهم، الاي دا قيمة الصفر، الاي دا القيمة 1، والاي دا القيمة 2، والاي دا القيمة 3، والاي دا القيمة 4. يحب يقول ها واش راني حاب نوصل لهنا،
يعني الإي ده خمس قيم. نعطيك مثال آخر باش كي هذا ثاني مهم للسنة القادمة إن شاء الله كي يجوا للتعليم العالي بإذن الله. إذن مثلا نقول لك المجموعة من إي أي القيمة واحد حتى الأربعة ثلاثة في إي مربع، صح في إي مربع. معناتها هنا الإي وشدة، نبدأ بالإي الديل الدال قيمة واحد، الإي الدال قيمة اثنان، الإي الدال قيمة ثلاثة، الإي الدال قيمة أربعة. لازم تفهم هاك واش تساوينا، تساوينا ثلاثة في إي كي الدال قيمة واحد، واحد مربع، ومن بعد ثلاثة في الإي الدال قيمة اثنان، اثنين مربع، زائد ثلاثة في الإي الدال قيمة ثلاثة، ثلاثة مربع، زائد أربعة في أربعة مربع. متفاهمين؟ صح. معناتها واش تساوينا، تساوينا يعني نقدروا نكتبوا على الشكل هذا ثلاثة في مجموع أي عندما إي من الواحد حتى الأربعة إي مربع، نقدروا نكتبوا على الشكل هذا. إذا تعطيني ثلاثة يعني ثلاثة في واحد ثلاثة، زائد ثلاثة في أربعة، زائد ثلاثة في تسعة، وزائد ثلاثة في ستاش، معناتها تعطيني هنا تسعين، تعطيني تسعين، صح. بالنسبة للقانون نيوتن اللي رانا حاطينه فوق مباشرة نعطيكم مثال مباشرة، ومن بعد نتحقق من بعض الأمور المتطابقة الشائرة، يعني مباشرة ندخلوا في مثال. نعطيك مثال، أصلا نديرو هكا باش نفرقوا الحالة. أيوه صح. مثلا نقول لك، يقول لك يجيك سؤال يقول لك باستعمال دستور ثنائي الحد أنشر العبارة التالية. أنا ما دام راهو داخل في المقرر يا أخي ناخذ احتياطاتي، ما نقولكش ما يطيحش، ما نقولكش يطيح، نقول لك باللي الله أعلم ما طاحش في البكالوريات السابقة. هذا واش نقول لوليدي البنتي، هذا واش نقول لك الخويا الأختي، هذا واش نقول لك. لكن إذا طاح ما تقولش عليها طاح لأنه هو داخل في المقرر، صح. إذا مالا الواحد يعيش روحه وخلاص. المهم مثلا نقول لك كما قلت باستعمال دستور ثنائي الحد أنشر العبارة التالية ولا العبارات التالية. مثلا نقول لك إكس زائد واحد مكعب، إكس زائد واحد مكعب، صح. هذه واش تساوي؟ راه على شكل أ، شوف عندي عندي الأ تساوي إكس، والبي تساوي واحد، والآن تساوي ثلاثة، صح. يعني صفيت أموري، صح. المهم تساوي المجموع من بي اللي هو قانون الاحتمال من الصفر حتى الآن، حتى الآن. الآن واش هي؟ يعني من بي إلى الصفر حتى الثلاثة. كما تقدر ما تقدر تكتب ثاني بي تساوي ثلاثة عادي جدا، صح. عندنا التوفيقة ثلاثة وبي، صح. عندنا هنا مضروبة في إكس أس ثلاثة ناقص بي، لأن الآن هو ثلاثة، صح. أس ثلاثة ناقص بي في واحد أس بي، يا أخي هكا، صح. حد الآن رانا متفاهمين، طيب. إذن واش تساوينا؟ نحيلي هذا المشاكل هذو، صح. واش تساوينا؟ نديرو التوفيقة ثلاثة. معناتها هنا انتبه، هنا شوف كاينة حاجة اللي لازم تنتبه لها. الإي يدي القيمة صفر، أو البي عفوا يدي يعني القيم تاع بي صفر، ولا إي نفس الشيء بي واحد، بي يدي القيمة اثنان، وبي يدي القيمة ثلاثة، خي هكا، صح. معناتها عنده ربع قيم. نبدأ مع الأول. عندنا السي الآن ثلاثة، سي أن والفوق جي بي، عندما البي تأخذ قيمة صفر معناتها تولي لي مضروبة في إكس أس ثلاثة ناقص الصفر، معناتها تبقى لي ثلاثة، مضروبة في الواحد أس الصفر، زائد عندما البي يدي القيمة واحد، ندير واحد ده، صح، مضروبة في إكس أس ثلاثة ناقص الواحد، تولي لي مربع،
مضروبة في واحد أس واحد، أنا كتبتهم معلش، زائد لما البي يدي القيمة اثنان مضروبة في إكس أس اثنان أس ثلاثة ناقص اثنان معناتها واحد في واحد أس اثنان صح، زائد سي لما بي يدي القيمة ثلاثة مضروبة في إكس أس القيمة ثلاثة ناقص ثلاثة معناتها صفر مضروبة في واحد أس ثلاثة. هنا درك لازم منا نذكروا واحد الخواص درناهم في خواص التوفيقة مرت التوفيق الله يذكرها على خير صحة. إذن آن وهنا الصفر كي يكون عندك بي يساوي الصفر، إن هي نفسها كي يكون عندك بي يساوي الآن تساوي الواحد، هذه لازم نحفظوها. زيد عندنا خاصية ثانية كي يكون عندك البي يساوي واحد هنا تساوي لنا ان طري بيان طري طري بيان صح، معناتها هنا واحد هنا تساوي ثلاثة خلاص هنا واحد قاتلنا هذه نحسبوها هذه هاي سهلة نحسبوها اوتوماتيكمون هذيك راهي سهلة هذيك واش معناتها 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 سي نقص شوية في القلم معناتها سي ثلاثة اثنان بي اثنان تساوي ماذا تساوي ثلاثة عاملي على اثنان عاملي في ثلاثة ناقص الاثنان عاملي صح معناتها تساوي واحد في اثنان في ثلاثة على الواحد في الاثنان في الواحد صح حاب يقول هذا راح وهذا راح وتساوي تعطينا ثلاثة عادي جدا. إذن هذه وش تساوي هذه تساوي ثلاثة بين يعني عينك هي ميزانك تنجم بس ما تحسب لها جدا هيا بوم وش تقولي لنا انتبه شوف معايا تقولي لك إكس زائد الواحد مكعب وش تساوي تساوي لك اللي أنا قلنا هذه هذه تولي لنا واحد معناتها الواحد أس صفر واحد يعني تولي لك إكس مكعب زيد زائد هنا هذه تولي لك ثلاثة معناتها ثلاثة إكس مربع ثلاثة إكس مربع زيد زائد هذه قلنا تولي ثلاثة صح معناتها ثلاثة إكس أس واحد هذه كيف الواحد صح ومن بعد زائد هذه تولي لنا واحد وهذه واحد لأن إكس أس الصفر واحد أي عدد أس الصفر واحد وواحد أس معناتها زائد الواحد زائد الواحد. لو نروحوا للمتطابقات الشهيرة تاع المكعب يعني أ زائد ب مكعب تساوي أ مكعب زائد ثلاثة أ إيه زائد ثلاثة أ مكعب زائد ثلاثة أ مربع وبي لأنه هنا البي يساوي واحد زائد ثلاثة أ وبي مربع ومن بعد زائد بي مكعب اللي هو واحد مكعب والمضمون مانيش غلط صح لأنه البي هنا مربع يعني واحد مربع ها هو راه عادي يعني ثلاثة والأ إذن تبقى لي إلا ثلاثة إكس يعني طاحت ميتش ميتش هي بالضبط والتمام. لو نروح نعود نقولوا القانون الفوق تاعنا لاحظوا شوف مليح في القانون لاحظ باللي مع الأخر واش نصيبه يعني هنا واحد هذه واحد واش يطيح لنا بي أس آن معناتها مع الأخر واش طاح لي طاح لي واحد مكعب طاح لي ماذا هاوليك وراه واحد مكعب ها وراه يعني بي أس آن الباقي كامل واحد واحد يعني طاح لي واحد مكعب اللي هو واحد بتشوفوا واش كاين الفوق في القانون تاع نيوتن واش درناه في التمرين كل جو بلي بروب صحيح صح واش رايكم نزيد لكم تمرين آخر صح استناوني محيط
الصبورة ونزيد التمرين. وشنو هذا تعرف واش ديروا؟ ديروا بوز واش تحلوا في المسودة ومن بعد نشوفوا مع بعض. مثلا نقول لك اكس ناقص شوية اكس ناقص الاثنان اس اربعة. طيب هيا اجتهدوا واعطوني النتيجة. هنا هاي باينة باللي الا هاي تساوي اكس، هنا البي تساوي ماشي اثناني، انتبه تساوي ناقص اثناني، ناقص اثناني يعني درت في بداية الفيديو علاش، والان تساوي الاربعة. طيب كيفاش خدمتو كي درتو بوز؟ خدمتو كيما راك، يعني المجموع من بي يساوي صفر الى بي يساوي اربعة، معناتها الى الاربعة التوفيقة اربعة بي في الـ x أس أربعة ناقص بي، وفي الـ إثنان ناقص إثناني نديروها بين قوسين ناقص إثناني أس بي. طيب يا الله هكذا بديت راك هايل. نبدأ معناتها هنا البي تأخذ خمس قيم، تأخذ خمس قيم يعني البي تأخذ القيم من الصفر وهكذا واحد اثنين ثلاثة حتى البي تساوي ماذا؟ تساوي أربعة، يعني تأخذ قيمة صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة. متفاهمين؟ صح. إذن تساوي صح، نبدأ بالصفر، نبدأ بالصفر ومن بعد عندنا في إكس أس أربعة ناقص صفر تبقى كما هي، ومن بعد ناقص الاثنان أس الصفر صح، زائد لما بي تأخذ قيمة واحد حتى هكا ثلاثة أس ثلاثة في ناقص الاثنان أس واحد، زائد لما أي هنا بي تأخذ قيمة اثنان هاشي راني نعيط بزاف وانا صايم راكتو مثلا راكم صايمين صح، ما لا رانا كيف ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال صح. شوف اليوم النهار الرابع، شوف بالخف كيف راهي تجري الايام، راهي تجري. هنا عندنا 4 3، هنا عندنا اكس اس 3 في ناقص 2 اس 3، ومن بعد زائد السي 4 4 في اكس اس 4. لا انه هنا اصبر مانيش غلط، استنى هنا بديت لا او قلت لكم ماني صايم، معناتها 4 ناقص 3 انا تعطيني 1، انا 1 اكس اس 1 صح، تقدر تكتبها تقدر، وانا 4 ناقص 4 معناتها 0 في ناقص 2 اس 4. غير هضرت لكم مع الصيام بديت نزهط صح. المهم اكس ناقص الاثنان اس اربعة تساوي، نبدأ على بركة الله، هذه واحد خش الحالة شوية، هذه واحد صح، هذه ربعة لا اصبر كيف نديرو هكا حاجة هكا ونكتبو هنا واحد، هنا اربعة صح، هذه اثنين وربعة كيفاش تولي لنا؟ هذيك تولي لنا ربعة عاملي على اثنان عاملي في ربعة ناقص اثنين في اثنان عاملي، معناتها تولي لي واحد في اثنين في ثلاثة في ربعة على واحد في اثنان في واحد في اثنان، حاب يقول هذه راحت مع هذه، ومن بعد تعطينا 12 على اثنان تعطينا ستة صح، هذه ستة صح. ومن بعد اجي الثانية تعطينا استنى الشيخ، هذه واش قلنا؟ هذه تعطينا ربعة، هذه تعطينا ربعة، احسب في الحاسبة يا اخي، وريت لكم في
الفيديوهات السابقين كيف تستعملوا الحاسبة، هذه تعطينا 4 وهذه تعطينا 1، انها ان ان في الخواص صح، هذه تعطينا 1. بيان، نبدأ بالأولى. نبدأ بالأولى عندنا ناقص 2 أس الصفر هاي تولي 1، ومن بعد عندنا تبقى لنا يسمى إكس أس 4، إكس أس 4، ومن بعد عندنا ناقص 2 أس عندنا هنا 4، ومن بعد إكس مكعب صح، نديرو هنا 4 وإكس مكعب، وعندي ناقص 2 أس 1، معناتها ناقص 2 أس 1 له، بيقول ناقص 2 في 4 معناتها تولي لي ناقص 8، أي ناقص 8 إكس مكعب. عندي 6 إكس مربع في ناقص 2 مربع، يعني في 4، في 4، 6 في 4 معناتها زائد 24، زائد 24 إكس مربع. ومن بعد عندي 4 في ناقص 2 مكعب معناتها تولي لي ناقص 8، لأنه الأس فردي. إذن ناقص 8 في 4 تولي لي ناقص 32، 32 إكس، ومن بعد هنا هذه 1 وهذه تولي 1، معناتها ناقص 2 أس 4 تولي لي زائد 16. ها هي الآن نجو نتحقق من بعض الأمور ما يخص المتطابقات الشهيرة باش نعطيك لابروف، يعني باللي كل حاجة رانا نديرو فيها بإذن الله صحيحة 100%. رغم هذا، رغم كل ما أقدمه في الفيديوهات وافية صافية، الناس راه عطيتني بالظهر، يعني الناس كامل تنفر من الفيديوهات تاوعي ما يشعر فعله، كيشو راني نطلب في المقابل. ما قلت لك والو، دعينا ربي برك سبحانه، هذا مكان مثلا نقول لك A زائد B أس 1، أي نتحقق منها باللي مع الاخر تصيبها A زائد B، هذا ما كان لو يعني باستعمال قانون نيوتن، هاي بي لما من بي تساوي الصفر حتى الوين حتى الواحد فقط. هنا سي واحد، يعني الآن هو واحد، وهنا عندنا بي صح، ومن بعد في الأ واحد ناقص بي، ومن بعد مضروبة في البي أس بي. طيب كون نجو نخدمو هنا كيفاش تولي؟ تولي لنا سي الآن واحد، وال الصفر البي تأخذ قيمة صفر، في الأ واحد ناقص الصفر يبقى واحد، والبي أس الصفر ما عليناش، زائد السي واحد واحد، الأ واحد ناقص واحد يولي صفر، ومن بعد البي تأخذ قيمة واحد. واش تعطينا؟ اولا لاحظوا لهنا هذه تولي لنا واحد، وهذه تولي واحد، هذا يولي واحد، وهذا يولي واحد. اذن واش بقى لي؟ بقى لي هذا كامل واحد، واحد واحد واحد، A أس واحد زائد B أس واحد. اذن واش تساوي لنا؟ A زائد البي. هذا ما تدري يطيح لك سؤال يقول لك تحقق من هذه، هذه يعني ان شاء الله نمد كامل. كاين اسئله معقده ما نطرقش اليها، اذا حبيت تحل هذه الاسئله المعقده او المعمقه روح للكتاب المدرسي، هي موجوده، ولا الكتب الخارجيه، واخدم على روحك صح. نتحقق باللي A زائد B مربع صح، نديرو المجموع من القيمة بي تساوي الصفر إلى الاثنان صح، معناتها سي اثنان، وهنا بي معناتها في الأ في اثنان ناقص البي، ومن بعد في البي أس البي. طيب حبي يقول تساوي سي اثنين صفر في أ اثنين ناقص صفر تبقى اثنين، بي صفر، زائد السي اثنين واحد معناتها اثنين واحد، هذو البي كي تأخذ القيم من الصفر حتى الاثنان، يعني صفر واحد واثنان ثلاثة فقط صح، معناتها الأ اثنين ناقص واحد تعطينا واحد، البي تأخذ واحد، زائد السي
2 2 ال A 2 ناقص 2 معناتها 0 في ال B مربع طريقي معناتها هذه 1 هذه 1 هذه 2 الاخرين يبقوا كما راهم هذه 1 وهذا 1 صح يحب يقول تولي لي تساوي أ مربع عندي الاثنان هذاك زائد الاثنان في الأ في البي وزائد بي مربع هي ولا مشي هي صح كان واحد الحالة ثاني بلك نتلقوا بها في التم بلك تلقى بها هي إكس ناقص إيكغيك أس أن هذه كما قلنا في الأول قلت لكم عليها تنقلب تولي إكس زائد ناقص إيكغيك أس أن معناتها تساوي المجموع من بي من الصفر حتى الآن سي أن بي في إكس أس أن ناقص بي في ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك أس بي هب يقول تساوي المجموع سيجما من الصفر إلى الآن سي أس أن بي أجبد هذاك الناقص واحد اللي راهو هنا وحده يجي لنا ناقص واحد أس بي في إكس أس أن ناقص بي في إيكغيك أس بي هذه كي تجيك حالة خاصة كيما هكا كاينه ثاني قبيله درنا مثلا 5 اكس ناقص 3 اكس زائد 2 لكن كي يطيح لك كامل الارقام مثلا 5 ناقص 3 اس 4 واش تساوي لنا المجموع راني جاي اللي على بالو بها راني جاي باش نبين برك صح من 0 الى 4 معناتها سي 4 و بي في 5 أس 4 ناقص بي في ناقص 3 أس بي صح معناتها هذه نقدر نكتبها كما درت مقبلات تقدر تكتبها على الشكل هذا من بي تساوي الصفر إلى 4 سي 4 بي في ناقص الواحد أس بي في إكس أس 4 ناقص البي في 3 أس بي يعني ناقص واحد هذاك جبدناه وحده صح هنا لو في الحالة كما هذه نطبق القانون البي تأخذ يعني هذه تحكى السي ومن بعد البي تأخذ قيمة الصفر ومن بعد 5 أس 4 ناقص الصفر ومن بعد 3 أس الصفر تولينا هاك ومن بعد في 3 أس الصفر تولينا 1 ونكملوا 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 ملك يكون عندك هنا عدد وهنا عدد ماشي متغير لا تكس بلاتات ما تكسرش كامل راسك ولو معناتها 5 ناقص 4 ناقص 3 عفوا أس 4 تساوي 5 ناقص 2 شحال تساوي 2 أ ناقص 3 2 أس 4 تساوي 16 كيكون أعداد كما كاوس تساوي 16 كاين ثاني واحد الحالة خاصة في حالة ما إذا كان الـ A يساوي 1 1 زائد X يقول لك هكا 1 زائد X أس N هذه واش تساوي تساوي المجموع من B أي من الصفر حتى الآن C الآن والB في واحد يعني الـ A هو واحد أس N ناقص B في X أس B معناتها تساوي المجموع من الصفر حتى الآن C أس B أس N في X أس B لأن واحد أس N ناقص B هو واحد إذن النحوه نحوه مثلا نقول لك بوضع x تساوي الواحد واش تصبح تصبح عندنا واحد زائد الواحد أس أن معناتها تساوي المجموع من بي تساوي الصفر إلى أن سي أس أن بي
في واحد أس بي. وش معنى هذا؟ معناه يعني هنا واحد أس بي، هذا الواحد راح، معناتها وش معناتها؟ المجموع تاع بي من الصفر إلى الآن سي أس أن بي يساوي ماذا؟ يساوي اثنان أس أن، خلاص يساوي اثنان أس أن. مثلا مثلا نقول لك، نقول لك احسب لي المجموع هذا من بي يساوي الصفر من الصفر حتى الثلاثة لسي ثلاثة حتى البي، معناتها الآن يساوي ثلاثة. إذن واش تساوي هذه؟ تساوي سي ثلاثة صفر زائد السي ثلاثة واحد زائد السي ثلاثة اثنان وزائد السي ثلاثة ثلاثة، معناتها تساوي واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة وزائد واحد، صح؟ حب يقول تساوي ثمانية. تساوي ماذا؟ تساوي ثمانية. واش قلنا الفوق؟ تساوي اثنان أس أن، معناتها اثنان، والآن واش هو؟ الآن هو ثلاثة، اثنان أس ثلاثة. يعني واش نقول لك؟ نعطيك الأمثلة ودخل شو هدرت. زيد نعطيكم بعض واحد الحالات. مثلا يقول لك عين، مثلا يقول لك عين معامل، معامل إكس أس أربعة في نشر كثير الحدود. حالة ما يقول لك عين المعامل إكس زائد الاثنان أس ستة. انتبه لهذا النوع تاع الأسئلة، صح؟ هنا أولا الأ هاي تساوي إكس، والبي هاي تساوي الاثنان، والآن هاي تساوي اثنان، صح؟ إذن إكس زائد الاثنان أس ستة، هنا أس ستة عفوا ستة، صح؟ إكس زائد اثنان أس ستة واش تساوي؟ تساوي أن المجموع من بي أي صفر حتى الوين حتى الستة، معناتها سي سيس بي لأنه الآن يساوي ستة، في إكس أس ستة ناقص بي في اثنان أس بي. طريبيا. إذن هنا باش نتحصل، لأنه المعامل قالنا إكس، لاحظ إكس أس أربعة، معامل إكس أس أربعة، وهنا عندنا إكس أس ستة ناقص بي. إحنا باش نتحصل على هذاك إكس أس أربعة، أي حتى نتحصل، أي نكتبها معليش، على إكس أس أربعة لازم منا إكس أس ستة ناقص بي تساوي إكس أس أربعة. وش معناه؟ معناتها لازم البي تكون تساوي اثنان، معناه بي تساوي اثنان لحد الآن، راكم فاهمين. إذن من أجل بي تساوي اثنان، نجو واش نديرو؟ نعوضو البي هنا، نعوضو بي هنا بي هنا بي هنا، خلاص صح. تولي لنا سي ستة وانا اثنان في اثنان في اكس، نجيب هذيك الاثنان منا، اثنان اس اثنان في، لانه قال لك المعامل، المعامل اللي جاورا الاكس، مثلا نقول لك اثنين اكس، اثنين هي معامل اكس، صح؟ هو الار، صح. اذن في اكس اس اربعة، حب يقول هذا هو معامل إكس أس أربعة لحد الآن، متفاهمين؟ طيب معناتها نحسب، وصلنا نحسب هذيك سي سي اثنين تعطينا، تعطيني 15، معناتها 15 في أربعة في إكس أس أربعة، في إكس أس أربعة. حب يقول 15 في 4 شحال عطاتني؟ عطاتني 60، 60 إكس أس 4. إذن المعامل وراه هو 60، متفاهمين؟ المعامل هو 60.
نزيد جاتني فكرة ثانية أخرى، دونك نشوفو أو أمحي ديريكت هكا. صح، مثلا في الفكرة هذيك نقول لك أحسب المجموع. صح، يعطونا مجموع يقول لك حسبه، مثلا يقول لك من بي تساوي الصفر إلى الآن سي ان بي 5 أس ان ناقص بي في 3 أس بي، ويعطيك نتيجة. مثلا يعطيك نتيجة، مثلا يقدر يجيب تاع أسئلة تاع صح أم خاطئ، يقدر كما يقدر يقول لك هكا وانت تشوف. هنا نلاحظوا باللي هذا المجموعة مكتوبة على شكل دستور ثنائي الحد، قانون نيوتن. يحب يقول على حسب قانون نيوتن، إذا هذه الـ A وهذه الـ B كي نشوف هكا. إذا واش نستنتج؟ نستنتج باللي هذه الـ A يساوي 5 وهذه البي يساوي 3 طريق، معناتها المجموع هذا واش يساوي الا يعني ا زائد بي اس ان يعني 5 زائد 3 اس ان طريق بيان. معناتها هناك يكونوا رقمين لداخل، زوج ارقام اجمعهم ولا نقصهم، ولا 5 زائد 3 وشن هي 8 أس أن، ينجم يعطيك هذه الإجابة، يعطيك عدة إجابات في صح أم خطأ من بيناتهم هذه 8 أس أن، وانت بيّن له باللي يودي علل اللي يقول لك مع التبرير باللي ها واش تساويها علاه لأن الأكذا تساوي كذا. نعطيك مثال آخر، نعطيك مجموع آخر، مثلا نقول لك المجموع تاع من بي حتى للصفر الى الان سي من الان للبي في 2 اس بي مثلا. صح، دونك هنا ما عنديش الا، انا راهي باينه باللي راهي مكتوبه على شكل دستور ثنائي الحد، كيعطيك المجموع هذا ومش راح يحل، ما يقولكش باللي دستور ثنائي الحد ولا الاحتمالات ولا يدخلها لك في ذيك تاع الصحة وخطأ، انت غير تشوف هذه التوفيقات تعرفها باللي تعقلها يقول لك اني هنا صح. هنا درك واش يخصنا الآ. الآ هنا باش ما كتبناش معناتها نديروه بالازرق نزيدوه بيناتنا، معناتها راهو على شكل واحد اس ان ناقص بي، الآ راهو هنا صح. معناتها واش نستنتج؟ نستنتج باللي هذا هو البي. صح، إذن عندي الا يساوي واحد والبي يساوي الاثنان، خلاص. إذن واش يساوي المجموع هذا؟ يساوي اي واحد زائد الاثنان الكل اس ان، معناتها واحد زائد اثنان واش تساوي 3 اس ان. سي بون، أظن الفيديو بدأ حوالي 40 دقيقة، أظن فيها بركة، يعني عطيت لكم كامل ليزاستيس يعني ولا كيفاش يقول لك التركس اون انجلي واش كاين اللي نحتاجهم. إذا حبيت تتعمق من عندك، أنا قلت لك واش كاين واش ما كاش، إذا حبيت تتعمق كتاب المدرسي، لأنه أغلب أمثلة جبتهم أنا من كتاب مدرسي، ماشي كامل أغلبها، صح كاين اللي فرنسية وكاين اللي من كتاب مدرسي. اتعمق حل وشوف. المهم أعزائي، إلى أن نلتقي في فيديو آخر للاحتمالات ولا حاجة أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحة فطوركم.